شهدت جميع محافظات الجمهورية تأييدا كبيرا من المواطنين لموقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية وتصريحاته حول منع تهجير الفلسطينيين. احنا كلنا واقفين في ظهر الرئيس وكلنا بنؤيد قراره بمصر كلها ضد التهجير ولن نسمح اطلاقا بالتهجير. احنا بنفاوض السيد الرئيس السيسي بحمايه امننا القومي والدفاع بشكل مطلق عن القضيه الفلسطينيه ورفض اي دعوه للتهجير، ولازم العالم كله يعترف بزوجيه المعايير اللي بنشوفها اليومين دول. جايين نقول للرئيس احنا بنفوضك للتدخل في عدم تهجير الاخوه الفلسطينيين، وبنفوضك في الازمه المفتعله داخل الاراضي الفلسطينيه والازمه الطاحنه اللي بيمر بيها القضيه الفلسطينيه. كل اطياف المجتمع الاسيوطي خرجت اليوم مسانده للدولة المصرية ومساندة للقضية الفلسطينية في رفض التهجير ورفض الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين وعلى الأطفال. موقف السيد الرئيس من القضية موقف مشرف، لأن الموضوع له أبعاد كتير جدا، وقضية التهجير خطر وبتموع القضية الفلسطينية بل بتدمرها تدمير كامل. احنا في ظهر فلسطين، وعايز أوجه كلمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول له يا رئيس شعب مصر كله في ظهرك يا رئيس. من قدام محافظة الدقهلية بنبعت رسالة للسيد الرئيس ونفوضه بأي قرارات يراها صالحة لصالح الأمة العربية وصالح القضية الفلسطينية. احنا وراك يا رئيس، وتحيا مصر وتحيا مصر. النهارده احنا متواجدين في ميدان النصر بمحافظة كفر الشيخ لتأييد قرارات السيد الرئيس الجمهورية باتجاه لا تهجير لأهالي غزة ولا أهالي فلسطين، فلسطين عربية حتى قيام الساعة. نعم لدعم القضية الفلسطينية، لا لتهجير أهالي غزة، لا لقصف الأبرياء، لا لقصف المناطق المدنية، لا لقصف المستشفيات والعزل، لا لقصف الأطفال وتدمير البيوت وتهجير البيوت، لا لقبر الأمة. نعم فلسطين عربية، نعم فلسطين العربية، لا لتهجير أهالي غزة. أرض فلسطين للفلسطينيين والأهل غزة، لا نسمح بأن يعتدى عليهم من الخونة اليهود المعتدين بقتلة الأطفال، الذين يقتلون الأطفال بلا رحمة ولا هول. ده يعتبر جبن منهم، جبن واعتداء على الفلسطينيين. الرئيس ده ان لو بكلمة مني هنزل الشعب، والناس نزلت والناس عايزة تتكلم. اللي بيحصل لا يليق لا بعرف ولا بدين. بنحذر إسرائيل أن حدود مصر خط أحمر، والقضية الفلسطينية خط أحمر بالنسبة للعرب وبالنسبة لمصر، ونحن دائما وأبدا مع القضية الفلسطينية لآخر نفس. وعاشت مصر وتحيا مصر، تحيا مصر باسم وباسم الشعب المصري كله. وبندين الاحتلال الغاشم والاعتداء الغاشم اللي حصل على أهلنا في غزة، قصف المستشفيات، قصف المساكن، قصف المدنيين، إرهاب موجه من قبل الدولة الصهيونية. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ المسجد الأقصى من مؤامرات الغاصبين المحتلين، اللهم حررهم من رجسهم ورد كيدهم إلى نحورهم، اللهم آمين.